ان شاء الله يبقى انت ان شاء الله نحاول نعمل لك مقابله كده، تروح النادي وتقابل الكابتن وتقابل عم حارس وتقابل الناس كلها. انا عايز استوديو النقطه دي. عايز تشوف ايه؟ شوف النقطه بتاعت عم حارس. ورينا اللقطه بتاعت عم حارس كده يا سمير لو سمحت، الاغنيه عشان اما عايز يسمعها. جميله الاغنيه برضو يا اما. صح؟ اه حبيبك انت صاحب حسن. هو اما حبيبي طبعا. انت صاحب حسن الشامي. اه ما هو حسن الشامي اللي كان كاتبها الاغنيه دي. اللي هي على عم حارس. عم حارس نفسي اموت انا. نفسك ايه؟ نفسي اموت انا بس. اهي اهي. مستحيل جمهورنا ينسى انت ايه بالنسبة لي، زي ما في يوم كنت جنبه النهاردة هتلاقيه في الليالي المرة قبل الحلوة اسمك مش ناسيه. عيطش يا قمح، عيطش يا قمح، عم بتعيط ليه يا قمح بس يا اخي؟ ما تعيطش يا قمح، ما تعيطش. تعيط ليه؟ ها؟ في الشدة بتزيد محبة وفي انكساره، عارفك تبيع الدنيا وتكون بس ده عم حارس كنت فارس عشت حارس حبيبي حبيبي ربنا. انا بس مش عايزك تعيط اهم حاجه، واحنا جبنا لك اللي انت عايزه. عم حارس حبيبي عم حارس والله. انا كان جميل كان عم حارس الله اكبر عليك. حبيبي يا أم، انا مبسوط ان انت كنت معايا النهارده، وانا مش جايبك عشان نقعد نعيط يا أم. ماشي. احنا جايين عشان شيرت ده نفرح ونتبسط. انبسطت امبارح بماتش السله؟ جميله. لما خدنا الكاس مصر كسبنا الاتحاد. شفنا اتفرجت؟ والله اتفرجت على قناه الاهلي. طيب ماشي الاهلي طبعا طبعا. ما عادش انا مبسوط ان انت جيت النهارده يا امح، ودايما عايزك تبقى معانا، ولو عوزت اي حاجه في اي وقت رقم تليفوني معاك، وكل الاهلاويه بيحبوك. نرجع وجه الاول. بعد ما نعمل قطع الاول. في واحد صاحبي. هيجيني تليفون. اوكي. وانت تسجل ايه؟ اسجل رقم تليفونك. ماشي ماشي. تشكريني يا امح. شكرا والله. شرفت ونورت. عيونك والله.